يعني دايما ورا كل لحن بيعمله بليغ حمدي بيكون في قصه، بيكون في حكايه، بدايه من يعني زي ما قلت حب ايه والنقشبندي مولاي وادي الحب اللي كان وغيرها. ايه اكتر حاجه بتتذكرها من القصص دي ودايما بتفتكرها يعني؟ اكتر حاجه بتذكرها الحقيقه اغانيه في حرب اكتوبر، دي قصص عجيبه جدا. يعني على يعني بليغ سمع ان احنا انتصرنا، يعني ساعه يعني بعد البيان الاول يوم 6 اكتوبر، كان على فكره كان لسه عريس، يعني بليغ كان لسه متجوز ورده، يعني هو اتجوز في مارس 73. نعم. فكلم الاستاذ وجدي الحكيم، الاستاذ وجدي الاذاعه الكبير وكان مسؤول عن الغنى في الاذاعه وصاحبه، كلمه في التليفون قال له: يا وجدي انا عايز اعمل اغاني وطنيه، مش هينفع ان احنا نسكت، ما ينفعش نقعد في البيت كده يعني. فقال له: بليغ ما فيش ميزانيه، وثانيا في طوارئ، ما فيش دخول المبنى اصلا، يعني صعب جدا نعمل لك تصريح. فالاستاذ وجدي بيحكي لي بيقول لي: انا نسيت المكالمه ونسيت بليغ، اتشغلنا يعني. بعد ساعه لقيت بليغ على الباب المبنى، هو ووردة ومعاه العود وعايز يدخل، لازم مصر ان هو يدخل. فكلمه بابا شارو رئيس الاذاعه ودخلوا. بابا شارو قال له: يا بليغ ما فيش ميزانيات، نفس الكلام، وما يعني ما عندناش ميزانيات ننتج اغاني. قال له: انا مش محتاج ميزانيه. ده الحس الوطني. قال له: انا مش محتاج، اول انا متنازل عن اجري واجر ورده، والفرقه الموسيقيه انا كلمت الاستاذ احمد فؤاد حسن الفرقه المسيحيه هيجوا، انا متحمل اجرهم. الكورال انا متحمل اجره. وبالمناسبه بليغ كمان كان بيجيب لهم اكل على حسابه من بره المبنى. فالحقيقه هو اللي تحمل الجزء الغنى الوطني في حرب اكتوبر. كانت اغنيه ايه؟ اول حاجه عملها طبعا هو كلم الاستاذ عبد الرحيم منصور، قال له: تعالى بسرعه على المبنى. عبد الرحيم منصور ده كان الشاعر، كان اقرب شاعر ليه في الوقت ده. نعم. عبد الرحيم منصور ده شاعر مهم الحقيقه. ده حقيقي. فقال له: تعالى. فقعدوا في استوديو 46 في الاذاعه في ركن كده، الاستاذ عبد الرحيم يكتب في ساعات معدوده، كانت حوالي الساعه 6 مساء، يعني بعد ما فيش يعني كانوا قاعدين يشتغلوا. يعني الاغنيه كانت الساعه 12 بالليل، بتتكلم في اغنيه اتعملت في 4 5 ساعات يعني.